معكم فيديو جديد وتحدي جديد قناة أرين. صح أنا عرين. أنا عرين. اليوم جينا فيديو جديد وتحدي جديد زي ما حكيت عنه. والتحدي اليوم زي ما شايفين تحدي الأكل. اسمه هذا التحدي تحدي الصدف أو المحار. هاي الأكلة كتير مشهورة في تركيا كتير زاكي. طلعتوا هوني هاي الصورة. صح. هو هيك بيكون منظره. أسود هاي الصدفة بتكون محشية رز وكمان حمص وبهارات. بالضبط. وبتعمى كتير زاكي بعشقها أنا وعنود. فحبينا اليوم نجيب 100 قطعة أو 100 حبة من هذا المحار أو الصدف ونعمل أنا وعنود تحدي 50 إلي و50 لعنود. وكمان فكرة التحدي رح تكون إنه اللي بيخلص أول 50 حبة من الصدف أو المحار بكون هو الفائز. ما في تايم أو وقت لأنه هيك حتى الواحد ياكل على راحته، بس اللي بيخلص أول هو اللي بيفوز. جاهزة؟ يس. كمان الزاكي بهذا المحار إنه بنفتحه بعدين بنحط عليه ليمون بعدين بناكله. هلا بتشوفوا معانا كيف مطعمه كتير 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 زاكي، بس يعني كتير زاكي. انا كتير بحبه. انا لاني بحبه الحافظ عليك متاكد ان شاء الله. هي متعت يعني الطعم اللي بتاكله عرين هالقد يعني هالقد هيك. انا عندي الاكل ما بتعرفيني. بعدتها صغيره صغيره كتير يعني انت مفكره حالك حتفوز علي؟ سكته. لا قبل ما نبلش تحدي لا تنسوا تحطوا لنا لايك شير سكرايب تضغط على جرس التنبيه تحت حتى تصلكم كل جديد. رح نوفر استيكي رح يطلع فوق. صح بس هيك خلينا نبلش. 1 2 3 رح نبلش. مش رح بلش بهاي انا هيك حطه هيك وبعدها رح نعصر عليه ليمون بس الليمونه مش مقطع. بعدين نعصر عليه ليمون هذا الشكل. عنودي استني ستي بالثانيه استغفر الله. عايزه افوز. طعمه كتير زاكي. هالشي كبيرة. اوه طعمه على فكرة كتير زاكي. بنصح أي حلف تركيا إنها جايبة عن جد زاكي 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 رح تنغرموا فيها. اللي بعطيه جمال الطعم هيك وننزل ليمون. عمي استناني. يا انا توترت بطلت تفتح هاي. وكمان انا وعنود جوعانين يعني فرح نشوف مين يحفظ. يا شفتي ما اكبرها اكلت وحده كبيره كثير انا. كثير بتحت صح؟ عملها هي حالي. كل احسن. عاقبة عقاب غريب. في عقاب الاخير صح؟ اشتركوا. افتحوا معي انت لازم تستنيني بنانا تخفني هلا بصير الايدين يتزحلقوا وتبطل تحلي بتعصر لي. بلش اشبع. احنا لسه عم نبلش يا ستة. قلت لكم عملتها كثير صغيرة. في اشياء مو قابلة تنفتح يا ستة. انا ايش خصني؟ افتح لك اياها؟ ابد. زهق انا اكثر بطني انقلع تركب بطني انقلع انا بقفش باي هلا
اصبر شوي بعرف لك انا مسكتي الصدايا دي هاي مفتوحة بس ما يوم انزلت خذ بريك وليك ما مافلق شو القرآن حرام عليك والله العظيم جوز ماكل 10 هلا انا ضايلي 40 حبة تقريبا يعني سان 15 بين عليك 15 حبة انا 10 انا ما عندي مجال اكمل الباقي بصراحه شبعت جزء لانه ما كنا على معده فاضيه وفيها كثير بهارات فبوجع البطن وعنود كذلك عنود كذلك يعني عنود هيك اوكي هلا بما انه انا وياها خلص عن جد تعبنا فرح نعيد اللي اكلناهم انا وعنود واللي بيكون اكثر ما كان الثاني هو اللي بيكون فاز تمام نعيد الاثنين عشان اكيد هلا رح نعيد المحار او الصدف تبعين عنود اول بعدين تبعوني ونشوف من اللي فات يلا عم بعدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 واو 20 18 19 20 19 20 صح؟ اها 21 22 هنا 22 ها 22 عنود 22 محارة ماكلة يا الله عنود أكثر على فكرة طب نعد عيني بسم الله 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 يا قليل 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 جدا خليك لغة عربية فصحى يا الله زعلت ليش انت ماكل اكثر مني عاد هي شبعت قبلي والله عزيم صاير بطني وجعها قبلي سبحان الله الخبل لانه انت اكلت بسرعه 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 برمو ايش اسمه مدة اول شيء معده فاضيه هدول صح على معده فاضيه حاولنا ما ناكل شيء اليوم عشان نعمل هذا التحدي على معده فاضيه وجوز هذا غلط كثير قدهم بهارات صح والليمون بوجع المعده صح صح مو مشكله خلينا ننظف ونرجع نشوف شو عند رح تعاقبني اوكي لا انا فكرت بالعقاب جدا العقاب انت بدك تعملوا يعني انتوا بدكم تقولوا بالضبط يعني انتوا رح تكتبوا تحت بالكومنتات شو عنود تعاقبني بفيديو ثاني رح نعمله انا وعنود يعني بس كونوا رحيمين شوي لاني انا يا تحت يا تحت بالفيديو كومنتات يا بالانستغرام انستغرام هيطلع فوق هوني بالضبط وين ما بتكون روحوا على الانستغرام واكتبوا لنا اي عقاب تعاقبوني اياه او تحت بالكومنتات باليوتيوب وانا رح تقرا التعليقات وتشوف شو اقسى عقاب احلى عقاب عقاب قاسي جدا لا مش قاسي كثير عشان هي بدش نكسرها حرام عليك بدنا عقاب عن جد يكون شوي حلو حلو وقاسي يعني حلو بنفس الوقت بنفس الوقت يكون جد هيك قوي يا حرام عليكي وهيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك شير سبسكرايب تضغطوا على جرس التنبيه تحت حتى يوصلكم كل جديد رح نشوف الانستغرام هيطلع فوق صح وكمان لا تنسوا تحطوا تعليق تحت حتى انا اشوف اتعاقب وبس هيك بحبكم كثير سنه فيديوهات جديده فيديوهات جديده وعقبات جديده باي باي